المرة دي هتفرق عن المرات اللي فاتت، ان احنا مش هنكمل على حاجة من قبل كده، بالعكس هنبدأ from scratch. والهدف mainly من الديمو بتاع النهاردة ان احنا نتعلم ازاي ان الابليكيشن بتاعتنا تبقى stateless. يعني ايه stateless؟ يعني هي بتشتغل على قد ما يجيلها request، بتبروسس الريكوست دي وبترجع response. المفروض انها ما تكيب it shouldn't keep track of اي information ليها علاقة بالريكوست، بسبب ان ممكن في اي لحظه من اللحظات لما تيجي ريكوست تانية ما تجيش على نفس البروسيس. فده معناها ان انا لو اعتمدت ان انا نفس البروسيس اللي هيهندل كل ريكوست، وعلى اساس كده بدات استور حبه حاجات جوه البروسيس ده، لما اجي بعد كده احاول اسكيل الابلكيشن بتاعتي واعمل فيها كذا بروسيس، اللوجيك ده مش هيبقى valid anymore، لان هبقى جاي عندي اكسبكتيشن ان هلاقي داتا من الريكوست اللي فاتت في البروسيس، بس اللي هيحصل ان انا هيبقى في بروسيس تاني خالص جديد هو اللي بيسيرف الريكوست بتاعي. ف that's why we should always keep in mind ان احنا البروسيسز بتاعتنا تبقى دمي، ما عندهاش اي نوع من انواع الميموري، عامله زي ذاكره السمكه كده، بتخلص على طول once ان الريكوست از هاندلد وخلصت والريسبونس رجع. طيب انا لو في اي نوع من انواع الداتا عايز اخليها معايا هعمل ايه؟ لازم على طول استخدم persistent backing service، دي اللي استور فيها الداتا، حاجه زي مثلا Redis لو هكاش حاجه، او Postgres او MySQL database او whatever. even لو استور الحاجات دي على storage that is shared between كل processes بتاعت الابلكيشن بتاعتي. طيب خلونا الاول نبدا نبيلد زي environment صغير او test صغير كده يخلينا نشوف ايه فكره ان انا بستور الحاجه جوه البروسيس او ان انا بستورها في حته persistent. فعشان كده هنبدا باب جديده خالص، واي جو اب بتبقى مين فيها المين دوت جو فايل، والاب دي هتبقى عباره عن ويب سيرفر شغال بحاجه اسمها لود بالانسر. ايه اللود بالانسر ده؟ هو حاجه بتريسيف ريكوست وبتبدا تباس ريكوست لكذا بروسيس شغالين بترتيب معين. في الاكزامبل ده فور سمبلستي هنمشي راوند روبن، معناها ان كل واحد بيجي عليه الدور مره، كل بروسيس بيجي عليه الدور مره، وهتبقى الريكوست بتيجي بروح انده انفوك واحد من البروسيس دول اقول له اعمل الاكشن بتاعتك او هاندل الريكوست دي. طيب يبقى انا الباكج اللي هتبقى عندنا، خلينا اكبر السكرين كده، الباكج هي المين باكج وجواها عايزين ويب سيرفر. ويب سيرفر اتفقنا من اول لاب جو خالص ان هو بيحتاج سطرين بس عشان يتعمل. اول حاجه ان يبقى عندي listen and serve function، ودي اللي بقول له عليها انا عايز listen على port كام بالظبط. فور اكزامبل خلينا port 3000، وبياخد تاني argument nil. لو عايزين تفتكروا nil دي كانت ايه، كان المفروض تبقوا مركزين في اول lab. اوكي nil عامة دي هي لو انا عايز اباس a third party router غير ال built in في جوه. وقبلها لازم ادفاين ايه ال functions او ايه ال handlers ال available في ال web server عندي. فهقول http.handle func، ودي بدلها سلاش معناها اي ريكوست هتيجي على الروت بتاع الويب سيرفر بتاعي هوديها على هاندلر او فانكشن اسمها لود بالانسر. وعشان ينفع استخدم لود بالانسر هنا لازم يبقى ديفاين بسيجنتشر معينه. السيجنتشر دي بتبقى انه بياخد ريسبونس رايتر وريكوست. تمام فور تيستنج دلوقتي خلونا بس نبرنت هالو وورلد عشان نتاكد ان كل حاجه شغاله. فاقول له اف dot f print len على ال w دي، و f print len بتفرق عن print len العادية انها بدل ما بتprint على الكونسول هي بتprint في الويب براوزر بتاع اليوزر اللي فاتح الويب سيرفر بتاعي. فانا دلوقتي اقول له print على w دي اللي هي كانها البيج اللي بترجع لليوزر او الريسبونس اللي بيرجع لليوزر، فهقول له print هناك hello world. وعشان نجرب الكلام ده هنقول في التيرمينال go run main.go، ونروح على البراوزر بتاعنا نفتح لوكال هوست 3000 وهنلاقي انه كاتب لنا هالو وورلد. طيب نبدا نمبلمنت حته اللود بالانسر، بس قبل ما نمبلمنتها خليني اعرفكم على طول ظريفه لذيذه. جو كل مره اغير فيه في الكود بحتاج ان انا اريكومبايل الكود او اريبيلد الكود واعمل له ران. ففي تول ظريفه اسمها جن دي عشان اعملها انستول خليني اقول لكم ازاي. جولانج جن هوت ريلود هي اول واحده دي. عشان اعمل لها انستول بستخدم الكوماند ده، تعالوا بسرعه نعمل لها انستول.
وعشان اعمل لها run اللي بكتبه هو gen بعد كده dash i immediate id short for immediate معناها start الاب بتاعتي دلوقتي على طول، اول ما تبلدها تعمل لها start او تعمل لها run. وعايز الاوتبوت فايل اللي يطلع هسميه my app for example، ده اللي هو الباينري اللي بيطلع بعد ما يعمل compilation للكود، وهقول له ابدأ run الاب بتاعتي وادوس انتر، لان هو بيبدأ يلسن على by default على port 3000، والمفروض ان هو بعد ما يلسن على ده بيباس اي ريكوست بتيجي على 3000 على الابلكيشن بتاعتي، which means ان انا I can no longer use 3000 ده عشان اليسن عليه. اللي هحتاج استخدمه هيبقى environment variable gen ده بيعمله set اسمه port. فانا هاجي هنا هقول له شوف whatever value انا ببعته لك او بيتبعت لك على البورت انفايرمنت فاريبل استخدمه عشان ترن السيرفر، وساعتها جن هيبقى يعرف يتعامل مع الابلكيشن بتاعتي بالطريقه دي. طب تعالوا نجرب. خدتوا بالك اول ما اغير حاجه واعمل سيف هو بيرجع تاني يعمل بيلد للكود بتاعي. فلو جينا وورلد هنا مثلا زودت فيها 2 اكسكليميشن ماركس ورحت على البراوزر وعملت ريفرش، هلاقي ان الكلام ده زاد من غير ما اضطر ان انا ابيلد ريبيلد الكود بتاعي. فخلينا نفضي حبه سبيس ونخفي الويندو ده، هو كده هيبقى شغال في الباك جراوند. خلونا نتست بسرعه كده، انا سيف واروح على البراوزر وريفرش هلاقي شغال. طيب نرجع تاني للتاسك اللي عندنا، احنا الهدف ان احنا نبني لود بالانسر زي ما اتفقنا. طب فكره اللود بالانسر بسيطه، هو ان بيبقى عنده اسيت اوف بروسيسز، فتعالوا نعمل فاريبل هنا اسمه بروسيسز تمام، وده بيبقى عباره عن اري احط فيها فور ناو. انا البروسيس ده المفروض تبقى زي ابلكيشن راننج على الاوبريتنج سيستم، بس في الاكزامبل اللي بنعمله هنا هنأسيوم ان كل بروسيس عباره عن انستنس من struct. الstruct ده هو بمنتهى البساطه struct اسمه process، وعشان نتست موضوع ان انا كل بروسيس بيبقى عنده البيلت ان ميموري بتاعته، تعالوا نعمل فاريبل هنا اسمه visits ونوعه انت. ليه؟ لان الويب سايت اللي احنا هنعمله ده هو مجرد كاونتر بيعد لي انا كام مره عملت فيزيت للويب سايت ده تمام، فهو بيستور النمبر اوف فيزيتس لكل مره ريكوست بتيجي بينكريمنت النمبر ده. يبقى انا هيبقى عندي الاستراكت اللي اسمه بروسيس، والاري دي هتبقى اري اوف بوينترز للبروسيس. وش معنى بوينترز؟ اتعودنا ان البوينتر دي معناها حاجه اقدر اغير فيها تمام، دي حاجه في جو اتعودنا لما اشوفها اتيك كير عشان انا الاوبجكت دي ليا اكسس عليها واتشيرد مع حاجات تانية. طب ليه هنعملها بوينتر هنا؟ عشان اللود بالانس لما يجي له ريكوست جديده ويبدا يجيب البروسيس ده يعرف يغير الفيزيت اللي جوه البروسيس، ما يبقاش بيغير في كوبي من البروسيس تمام. هنفتح كده ونقول له ان انا عايز فور ستارترز ان يبقى عندي بس بروسيس واحد موجود، ولو ما اديتوش اي فاريبلز كده هيست الفيلدز بتاعت الستراكت دي كلها للديفولت فاليوز، فالفيزيتس هتبقى سات لزيرو which is الحاجه اللي احنا عايزينها. طيب احنا زي ما شرحنا في اللاب الهدف من ان احنا قصدي واحنا شغالين في الديفلوبمنت بيبقى عندنا بس one process، فمش بتبان قوي مشكله ان انا بستور الداتا بتاعتي جوه في نفس البروسيس ولا بتبقى في باكينج سيرفيس persistent. فخلينا نجرب الاكزامبل ده الاول وبرده عشان نبقى كملنا الاستراكشر بتاعتنا. فانا في اللود بالانسر اللي هيحصل ان هو هيعدي على ليست اوف بروسيس دي ويشوف مين عليه الدور، وعشان ديفاين مين عليه الدور خلونا نعمل فاريبل تاني هنا نسميه بروسيس تيرن، وهو انيشلي بيبقى بزيرو لان باي ديفولت اول بروسيس هو اللي عليه الدور. واللي بيحصل جوه اللود بالانسر هنا ان هو بيجيب الكرنت بروسيس يبقى يساوي البروسيس من البروسيسز الحاجه اللي عليها التيرن، بعد كده بياخد الكرنت بروسيس ده وبيندي عليه فانكشن اسمها increment visits. طب الفانكشن دي فين؟ تعالوا نعملها ديفاين بسرعه. دي هتبقى فانكشن ديفايند على البروسيس اسمها increment visits، وكل اللي بتعمله انها بتاخد البروسيس ده دوت visits بلس بلس، فده كانه رابر عشان increment الفيزيتس. طيب عايز بعد ما increment الفيزيتس نعملها print على البراوزر عشان بس نبقى عارفين ايه الفاليو اللي موجود دلوقتي في الفيزيتس، فنقول له اف ام تي دوت نفس ما عملنا قبل كده في الهلو وورلد برنت، بس خلينا نستخدم برنت اف عشان نبدا نفورمات السترينج شويه، وبرنت على الدبليو وليه هقول له فيزيتس بيرسنت دي، ودي هتبقى كرنت بروسيس دوت فيزيتس تمام. وانس ان احنا خلصنا كده، بس عندي تايبو هنا، وانس ان انا عملت برنت اللي هعمله بعد كده ان انا
هعمل increment للبروسيس turns بلس بلس، وهميك شور انها لو البروسيس turns دي البروسيس turn ده وصل لنفس اللينث بتاع البروسيس، معناها ان انا خلاص انا عندي اخر بروسيس دلوقتي، هريست واخليه بزيرو عشان يرجع يبدأ من اول الليست اوف بروسيسز تاني. تمام، خلونا نسيف كده ونجرب نشوف هيحصل ايه. هنروح البراوزر نعمل ريفرش، هنلاقي ان هو بيقول number of visits 1، هريفرش تاني 2 3 4 5 فهو working as expected. طيب هنا مش باين قوي المشكله بتاعت ان انا بستور number of visits جوه الميموري بتاعت البروسيس، هتبان امتى؟ اول ما نبدا نزود number of processes عندنا. فخلونا نزود واحد هنا بسرعه، او خلونا نزود اثنين actually، وخلونا واحنا بنبرنت بدل ما بنبرنت بس ال number of visits، خلونا كمان قبلها نبرنت ال number of البروسيس اللي عليه دلوقتي، بان احنا نبرنت ال current turn او turn اللي عليه الدور دلوقتي. تمام، نسيف بسرعه كده، وخليني بس احطهم تحت بعض عشان يطلع شكلهم كويس، ونيجي بقى نريفرش. هل ان هو اول مره انا في بروسيس 0 هو اللي عليه الدور وعدى لي number of visits 1، هريفرش تاني الاقي ان هو قلب على بروسيس 1 وبرده عدى number of visits 1، هريفرش تاني الاقي قلب على بروسيس 2 وبرده لسه بيعد number of visits 1، هريفرش هيرجع لزيرو تاني، معناها ان البروسيس تيرن شغاله مظبوط، وساعتها بدأ يعد 2 لان هو رجع يبص على الفاليو بتاعت الفيزيتس اللي موجوده في اول بروسيس. طب هل هي دي البيهيفير اللي احنا عايزينها؟ لا طبعا، البيهيفير اللي احنا عايزينها ان انا كل مره اعمل ريفرش النمبر اوف فيزيتس انكريمنت بغض النظر عن مين البروسيس اللي عليه الدور دلوقتي عشان يهندل الريكوست بتاعتي. واتفقنا ان عشان نحل مشكله زي دي لازم البروسيسز ما تبقاش بتستور الداتا دي في الميموري بتاعتها، بالعكس تبقى بتستخدم ا بيرسيستنت باكينج سيرفيس عشان تستور في الفاليو ده. طيب اسهل حاجه ممكن نستخدمها دلوقتي عشان نحل المشكله دي هي ريدس، دي حاجه موجوده في الميموري سريعه والامبلمنتيشن بتاعتها مش صعبه جدا، او الانتجريشن بتاعها مع جو مش اصعب حاجه في الدنيا. طيب كل اللي محتاجين نغير فيه مش اي حاجه في الاستراكشر بتاعت الويب سيرفر اللي عندنا ده، الحاجه الوحيده اللي نغير فيها هي الفانكشن بتاعت increment visits، لان انا بدل ما increment جوه الفيزيتس اللي موجوده في البروسيس، انا الفيزيتس دي اول حاجه هعملها ان انا هجيبها من ريدس. طب ايه ريدس ده؟ خلونا ندفاين الاول ان انا هكونكت على ريدس، يبقى في اول فانكشن هكونكت على ريدس، هكريت كلاينت جديد بتاع ريدس، يو كلاينت، كلاينت ده هنديله الاوبشنز بتاعته ان يكونكت على الادرس اللي هو لوكال هوست 6379، ده الديفولت بورت بتاع ريدس، وانا على اللابتوب بتاعي هنا عامل انستول لريدس، فهو هيكونكت على اللوكال ريدس سيرفر الموجود عندي على اللابتوب او على الماشين. لو مش انستولد على ريدس، عارفين ان احنا بمنتهى البساطه يوزنج دوكر ممكن نرن ريدس بسرعه على الماشين ونعرف نكونكت عليه بنفس الطريقه زي ما عملنا في اللابز اللي فاتت. طيب يبقى انا هكونكت على الكلاينت، وبعد كده يوزنج الكلاينت ده هبدا اجت الفاليو بتاعت كي معين هنسميه فيزيتس موجود جوه ريدس، والكي ده هيبقى النوع بتاعه انت، والفانكشن دي بترجع لي انت وبترجع ايرور. انت ده هيبقى الفاليو اللي موجود في ريدس، وايرور ده لو ما لقاش فيه فاليو موجود. طيب خدتوا بالكم ان انا عامل اجنور للايرور، لان انا مش فارق معايا لو الفاليو مش موجود، لان لو مش موجود هرجع لي زيرو which is الرقم اللي انا عايزه، لان احنا على طول بنبدا الفيزيت نمبر بزيرو. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنكريمنت الفيزيت زي ما كنا عملنا عادي قبل كده. تمام، فانا دلوقتي الفيزيتس مش بعتمد على فاليو موجوده من قبل كده في البروسيس، انا بجيبها من ريدس بعمل لها انكريمنت، ولازم بعديها على طول اروح اعمل لها سيت تاني جوه ريدس عشان ابرزست التاني جوه الباكينج سيرفيس بتاعتي. فاجي اقول له هنا بي دوت فيزيت، هحطها تحت الكي اللي اسمه فيزيتس، وهقول له انها ات ويل نيفر اكسباير، فاكتب له هنا زيرو بدل ما اكتب له اكسبيريشن تايم، وميك شور ان انا الكي ده هو نفس الكي ده عشان ابقى بريد وبرايت لنفس الفاليو. طبعا احنا هنا وي نو لونجر نيد الفيلد اللي جوه البروسيس اللي اسمها فيزيتس اللي هي كنا بنستور فيها دي، لان انا الفاليو ده بجيبه من ريدس، which means we can just remove it من الستركت ون ريبليسه بلوكال فاريبل، بس يعني هخليه كده عشان بس ما يبقاش التغييرات اللي عملناها كتيره. طيب نجرب نسيف كده ونروح نرفرش، اول مره هيطلع لي نمبر فيزيتس 1، هرفرش هلاقي فيزيتس 2 مع انه قال بروسيس جديد، فيزيت 3 even though راح على تالي بروسيس، ريفرش ريفرش ريفرش، وليه هو فعلا شغال as expected. والميزه كمان في كده ان انا لو جيت عندي
وعملت ستوب اصلا للسيرفر، تمام، وجيت عملت له ران تاني، معناها ان انا قفلت كل البروسيسز وعملت لها ران تاني. هاجي ريفرش هلاقي ان هو لسه فاكر من اخر مره انا كان في كام فيزيت وهيكمل عد على الكاونتر ده. طيب يبقى احنا اللي اتعلمناه المره دي ان احنا لما يبقى في عندنا لود بالانسر وتحتيه كذا بروسيس شغالين، المهم انا كابلكيشن او كبروسيس عشان اميت ال 12 فاكتورز ان انا ابقى بروسيس يا دوبك ستيتلس. يعني ده الحاجه اللي انا عايز اعرفها، ان انا البروسيس ده يبقى ستيتلس. يعني ايه ستيتلس؟ يعني يبقى يا دوبك على قد ان هو بيهندل ريكوست، لو احتاج اي ديتا زياده عن اللي جاله في الريكوست بيروح يجيبها من باكينج سيرفيس، ولو حب يستور اي ديتا بيحطها في الباكينج سيرفيس ده، وبعد كده بيرد بالريسبونس على اليوزر.